سوري أنا آسفة. لا لا عادي. لا عن جد عن جد آسفة، حقك علي، ما كان قصدي، سوري. إذا تبين أعطيك الجاكيت. لا ما علي، الحين بخلص دوامي وأروح أبدل في البيت. سوري حقك علي عن جد. خلاص أستاذة خلاص، ما علي، صار خير. سوري. صار خير صار خير. ترى الشباب اللي ويانا بالجروب حلوين ومحبوبين ويحبون بسرعة. يمكن بس فواز يعني يبيل شوي، لكن صدقيني مع مرور الأيام بتحبينه. بس لا، أنا مو خايفة من كذي. أنا خايفة يعني إنه ما بي وجودي سبب لكم مشاكل مع بعض. مشاكل؟ إيش المشاكل والله؟ ما أعرف، سالفة طويلة ما بي أعور راسكم فيها. عاد أنا استانس باللي يعور راسي، قولي فضفضي يمكن ترتاحين. تعرف في مرة كذي حسيت إنك أنت طير وعندك جنحان كذي، بس جنحانك مقيدة بسلاسل وحديد، ودك كذي إنك تطير وتستانس، بس أنت في قفص محبوس ما تقدر تسوي شيء. هذا كلامك ولا ما أخذتنا من أغنية؟ لا كلامي. هو شوفي، سالفة إني أطير طبعاً انسي، وسالفة إني بعد في قفص ما أظن. عاد تدري أنا أحس كذي، أحس روحي محبوسة ومقيدة شي. خاطري مرة يعني أقول رأيي، أبي أحس بحرية، يعني حرية أقول اللي أبي، أسوي اللي أبي. خاطري أغني بدون ما أخاف، خاطري أحس إن أنا في مكاني، أقول ترى أنا موجودة. بس ما أدري، يعني ما أبي أحد يحسسني إن أنا موجودة بالمكان الغلط، أو يقولي ترى ذي مو مكانك. حلو الواحد يحس، يعني يحس بالشيء اللي هو يسويه بدون ما يخاف أو يكون واثق كذي من نفسه. أنا خاطري أحس بهالإحساس، بس ما أعرف، أحس إني مضغوطة من كل مكان. عمرك سمعت بالطير يحب السجانة؟ نشافك أنت نسى وش تعني جنحان. لو سمحتي، انت يا حنان؟ ايه انا حنان. هاي حنان، انت في فرقه الجامعه؟ بس بغيت اسالك، برافاتكم من ساعه كم لكم؟ شوفي استاذه، هو المسرح مفتوح من الصبح لليل، واحنا الطلاب وقت اللي يكون عنا وقت فراغ نروح على طول نتدرب هناك. اوه نايس. ليش في شيء استاذه؟ لا لا بالعكس، انا اخذت اللي عارفه وزياده. اوكي بدك شيء؟ ثانك يو. ثانكس. اوكي ثانكس. صدق خلود، البنية هذه شكلها فقيرة وتكسر الخاطر والله. تكسر الخاطر؟ تكسر الخاطر على شو؟ شو على شو يا ريان؟ انت لو شفت ابوها ايش قايل، ضاغط عليها مش طبيعي هالابو. يصدق؟ زينها دخلت ويانا الفرقة علشان تثبت له ان هي تقدر تطلع من الشغل. بس البنت يا ريان صوتها حلو، ما شاء الله عليها قاعدة تقول. لا عليها صوت ما شاء الله. هذا فواز. 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 شو الأخبار حبيبي؟ أقول لك، أبلة مها اليوم قالت احتمال بروباتنا لين الساعة 6، فعمل حسابك عندنا شغل لهني. فوز، ما عرف نعرف بيك الغيد وبي. لا يبا مرفيجي، هذا مرفيجي. ما من أنت اشتبي؟ شنو من أنت؟ أنا جاسم اللي ياك بالفرقة بيانو. ايه عرفته، هذا واحد معانا بفرقة ومادة مسوي لنا أدب وشعر وصوالف عباقرة يعني. أي لك أنا الفرقة بعدين، تبي شيء؟ لا سلامتك. أوكي ما جسم. شوفي ماشي. عموما استاذ مها قالت اليوم ترى بروفاتنا من الساعه 6، فعمل حسابك. بس اوكي جسوم، ما في شيء، خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعبت، بتذبحني هذه من الحرب، بتذبحني هذه اللي اسمها ماهوي. ما بك تحرطمين، ما الذي حدث؟ اي ما بكي، لافه المديره صوبها والاخصائي والاستاذ راشد والطلبه وماخذ المسرح كلهم صوبها. اذا استطاعت ان تجمع الجميع حولها. اكيد استطاعت، كيف ما استطاعت؟ اقول لك المديره مسويت لها غسل دماغ، ما نقدر نكلمها. تمهلي تمهلي، لن تستطيع أن تنجح هذه الخطط مستقبلا. أقول لك اطلب لي شيء أشربه، هذيلا نشفه وريجي.
ها ما شاء الله متجمعين، بس إن شاء الله تكونون يعني متجمعين على شيء زين وسنع ولا مؤامرات. لا طال عمرك، احنا دائما نتجمع على الخير. عفوا حضرة المديرة، شنو يعني مؤامرات ومؤامرات؟ شن نغزات هذه؟ لا ولا شيء، سلامتك. بس أتمنى يعني إن شاء الله تتأمرون على شيء بمصلحة الجامعة والطلبة. وهذا اللي صار طال عمرك قاعد يتكلم عن شؤون الجامعة، بينما هناك فئة أخرى تجتمع لأغراض أخرى. لأغراض أخرى. زين يا دكتور شاكر، خلينا نشوف من هالفئة حسنية ونشوف إيش وراهم. مع إذنكم. ما قلت لك مسوي لها عملية غسيل دماغ وغاسلين دماغ المديرة. وين العصير؟ حلو، لسه في مجال نسجل بالفرقة. إيه، مين أنتي؟ شو بدك تشتركي معنا بالفرقة؟ معكم، ليش أنتي بالفرقة حبيبتي؟ إيه؟ زي الفرقة بدها ميك أوفر كتير كبير، بتعرفي عشان يصير الحضور والفرقة بشكل عام إلها قيمتها. شو قصدك يعني؟ قصدي واضح حبيبتي، بتعرفي بدي يفوت هاي الفرقة لازم يكون فنان متكامل، لبس وستايل وشخصية. والحمد لله انا عندي كل هاي المواصفات والكواليتي. يلا سي يو باي. جسوم شنو فيك الله يهديك؟ مو بفواز ربعي ضيجوبك كذي؟ تدري خالد، اللي مثل فواز هذا وربعه ولا في عمرهم بيكونوا ربعي في يوم من الايام. بس انا الغلطان، انا الغلطان طول عمري وانا اتجنبهم لان ادري اللي في داخلهم يضحكون ويطنزون علي. بس قلت لا، دام ان فواز دخل ويانا الجروب وصار واحد منا وفينا يعني بنكون على قلب واحد. لكن الظاهر نسيت نفسي. وصحيح يا ليت نكون على قلب واحد، لكن ترى الناس أجناس وكل إنسان له طبعه. بعدين شو فيك الله يهديك، أنا وين روحت؟ يعني ما أنفع صديق ولا شو؟ جاسم حبيبي، اللي ما يحبك لا تحبه، واللي باعك بيعه، هو بالنهاية هو الخسران فواز ورح يندم على هالشي. وأذكركم، وبعدين يا جماعة إيش فيكم؟ إحنا ترى فرقة الجامعة. تعرفوا شو يعني فرقة الجامعة؟ يعني رح نكسر الدنيا ورح نسوي شيء كتير كتير كبير إن شاء الله. أهم شيء خلينا على إيد واحدة بليز. والفنان ما يكون فنان إلا لو كان طموحه كبير وما ينكسر. الزعل، الإحباط، الضيج ما ينفعكم شيء. يلا يلا اعزف لنا شيء وغني لي شيء، أبا أسمع منكم شيء وايد حلو. شو تطالعوني ليش؟ اعزف يلا. سمعوني عشان خاطرك بس. البارحة قلبي زادت مواويله، والعين والعبرات تصرخ تناديه.
تصرخ تنادينا يا ناس مكتوبي من هو يودينا يشكي له الحالي سهران كل ليلة سهران كل ليلة سهران كل ليلة الناس لينا مات فاضت بجروحي حتى القمر لي طال ظليت أنا بروحي ظليت أنا بروحي الناس لينا مات فاضت بجروحي حتى القمر لي غاب ظليت أنا بروحي ظليت أنا بروحي ليه قلت أنا بنساك تفضحني دموعي ليه قلت أنا بنساك تفضحني دموعي ويزيد في قلبي الشوق وتزيد همومي ويزيد في قلبي الشوق وتزيد همومي. بعد؟ والبارح بعد حزين؟ لا في بارح تمس بارح لا لا من الكاكاو هذا أنا أبي. أدري فيك تحب الكاكاو. كيف الكاكاو؟ من قال لك إني أحب الكاكاو؟ أصلاً ما أحب. جسوم عاد. أتزعل من الموقف اللي صار ذيك المرة. ترى والله ما كان قصدي. ماله. عادي. زينك الكاكاو؟ الكاكاو. شاي بشوف. شوف أنا. والله. عاد تجيبني على العوق. زين. لا هذا أنا أحبه باخذ. لا 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 لا. شوف اتفاضي لا. ازاي؟ يلا انا احب هذا عاد تصدق؟ انا معلش عند التيار بس انك ما تاكل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا شباب في الصحة. اه خلود. بحق جسوم تحط ايدك اذبحك. ازعل منه بعد خليه راضيك بكاكاو. ازعل. حلاوة تراه. ماله اخذ واحدة من هذا في حبوب. على هالكاكاو هذا لازم تعزز لنا شيء كاكاوي. معلش خلنا شوي اخر قضمه اخوي زين يلا خلنا نجرب زين يبيك الغرين اكرمان اكرمان بس خلاص اعيو اعيو نزبر كاكاوي يا بي وفكر فيه بنعنب كل غليلة يعني عشان أرضيه شو ما يعرف أكل كاكاو كاكاوي يا بي أنت تراضي بكاكاو وفكر فيه عناد إذا زعل ما راح يبقى كاكاو المراضي
قولوا اناني عني اناني اناني عني اناني بس ما تقلبك الا حناني انا. بس يا اقصد ولا ايه؟ ايه يوم خذها شوف. بس 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 وعاد مو تزعل علي. بس ما احب ازعل الحين. عرفت انا شلون راضيك؟ راضيني بيك كل يوم بزعلك. اوف خلي لقمك. خلاص ماشي وسع. انا وايد مستانسه من التطورات للحين وحاسه ان اللي ابا راح يصير. انت شاطره وايد يا دكتوره مها، وانا مو مستغرب من هالنجاح المبدئي. صح ان عدد الطلبه مو بوايد وعددهم بسيط، بس الاهم انهم وايد حابين الفرقه. هو بس واحد عندي اللي داخل غصب، بس انا ان شاء الله اخليه يحب الفرقه. انت تقصدين فواز عدل؟ ايه. انا متاكد انك انت راح تخلين فواز يحب الفرقه غصب. وليش وايد متاكد؟ لانك قدرتي تزرعين الاعجاب في نفوس زملائك من اول يومين. تسلم يا دكتور، هذا من ذوقك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. دكتورة بدي أسأل إذا ممكن أشترك بالفرقة. طيب أنت كيف سمعتي عن هالفرقة؟ من الإعلانات الملزقة على الحيط. طيب وشو اللي خلاتك تشتركين في هالفرقة؟ لأني كتير منيحة والفرقة أكيد رح تحتاجني، وأنا أوريدي سامعة إنه الفرقة بدها أعضاء زيادة. زين حبيبتي، أنت تعرفين إنه لازم نسوي لك اختبار صوت صح؟ اختبار؟ لشو هذا الاختبار؟ يعني عشان نشوف طبقات الصوت، الأداء، لو محتاجة تدريبات أو لا. غير أنه راح يقبلوني، أنا راح أشترك معك يا فواز، يعني راح أشترك. أوكي، ثانك يو. هذا هلا، ايش حالكم اليوم؟ خير الحمد لله. الحمد لله تمام. اعرفكم على غدير، عضو جديده معانا بالفرقه، ان شاء الله نستفيد منها وتستفيد منا. اهلين غدير، انا انغام. اهلا وسهلا، نايس تو ميت يو انغام. نايس تو ميت يو تو. حياك الله غدير. الله يحييك، ثانك يو. ان شاء الله بس نستفيد منك بالفرقه. انا متفائله فيكم كلكم. بس صراحه حاسه انه الفرقه كثير اولد ستايل، يعني حتى الستيج ما في ديكوريشن، ما في اي شيء، يعني لازم يكون أكثر حيوية من هيك. شو بلشت من هلا؟ حد شاف فواز مرة المسرح اليوم؟ إيه، إجا الكلاس من قبل شوية وراح. لا فواز ما عنده كلاس هلا، I think إنه قاعد مع his friends يعني. وأنت شو عرفك؟ I'm just guessing. أنا زعزف له شيء بالضبط. أعزف 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 لحظة. يا الربع، ترى دكتور شاكر فاهم الدنيا غلط،
يا عمي ما عليك منه، لا تضايق عمرك عشانه. زين وده صرت سواه واعطاني اف. يا عمي ما يقدر يعطيك اف، عندك الاداره روح ارفع عليه تظلم. تشوف الموضوع شي احسن. يا عمي ما عليك منه ولا تخاف، يلا عن اذنك انا بمشي عندي شغل. زين 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 وين رايح؟ خلني اروح معك. وين تروح معاي؟ وين ما تروح معك. وين انت فاضي يعني؟ اي فاضي. دام فاضي اقعد، بطلت ماني رايح ولا مكان. خلاص خلنا نشوف الربع وينه. اي شوف الربع. شباب انا من الصبح مو ماكل شيء، ممكن اروح اكل وارجع؟ روح اكل روح اكل. اوكي حبايبي وينكم؟ كم يوم غلطتي ما شفناكم. اي تعالوا تعالوا بنطلع اليوم. اي يلا نشوفكم حبيبي. لا ما في شيء رابش. زين ادخل البرنامج الفوتوشوب. اوكي حلو خالص. الله عليك يا جسوم. الله فنان. دق على خلود اشوفه وينه واقول له على التصميم الحلو هذا. كي 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 خالد. اوكي رد يا حسام. الو اخو ولد شو اخبارك؟ انت وين؟ زين اقول لك عندي فكره مش طبيعيه لازم اوريك اياها. تعال تعال البيت وانا اقول لك. تستحي من منو؟ من منو؟ لا حول ولا قوه الا بالله. زين مالي مالي نتلاقى برا واقول لك على الفكره. يلا حي الله مكاني عمي. خلاص ايش تبي فيني انا؟ ايش قاعد اكل؟ يلا باي. حلو والله حلو تحفة. شو رايك؟ اوه خطيره جسوم، بس مو بتوي الناس عليها؟ توي الناس على شو يا حبيبي؟ توي الناس على شو يا حظي؟ شعار شعار للفرقه، فرقتنا محتاجه لشعار ثابت. ولا اقول لك انا عندي فكره احسن من فكره الشعار هذا. هيه قول شو عندك. اسمع يا سيدي، شو رايك نصور صوره جماعيه ويا الاعضاء حركات نبين فيها عدل الطلبة والدكاترة إن فرقتنا شغالة صح؟ يعني حالنا حال الفرق المشهورة. صورة؟ لا لا جسوم لا لا. شو لا لا جسوم لا لا حبيبي؟ صورة عادية إيش فيها يعني؟ بتبتسم تستحي بعد من الصور؟ لا جسوم شو فيك؟ صراحة أنا استحي من التصوير وهالأمور. يعني من الأخير صراحة إحراج. أي إحراج؟ أنت راح تشلح. صورة عادية حبيبي تركز. الصورة هذه لو وزعناها بروسترات ولا لو وزعناها طبعناها سويناها تيشيرتات تطلع أحلى بنلبس ونكشخ فيهم. بعد تيشيرتات لا أبوي أنا أقول لك أشوف لك فكرة غير هالفكرة أحسن من هالفكرة صراحة. أصلاً أنا ما عندي سالفة إني أسولف وياك. أنا لو أقول حق الطلبة والدكاترة يمكن يعطوني رأي حلو. مشكلة خالد الخجل وإنه ما يعرف يتعامل مع الناس، يستحي من التعليق والعجل
حرام حرام أنغام مسكينة بنت شطورة وذكية ونشيطة، بس تحكم أبوها فيها بيكون عائق لكل خطوات نجاحها. أما فواز، فواز معارض الفكرة يرفع إيده. يعني 4 معارضين وغدير وجاسم. أوكي، ممكن كل واحد يعطيني وجهة نظرة؟ تفضلي حنان. أنا أستاذة ما أحب شكلي بالصور، مشان هيك ما بدي أتصور. وحتى أنا بصراحة أستحي من التصوير. أستاذة، أنا خاف الصور يطيحون في يد أبوي، وبعدين إذا شافهم بيسوي لي مشكلة، وأكيد بيسوي حق الفرقة بعد. وإنت فواز، ليش مو بعيبتنك الفكرة؟ فشلة، ما بيربع يدروني معاكم بالفرقة وأي شيء. أنا بصراحة بحب التصوير وبحب هالحركات، فما عندي أي مشكلة. جاسم؟ والله عادة بالنسبة لي أنا الفكرة هذه ما جت في بالي، لكن مو غلط نجرب شيء جديد دام راح يفيد الفرقة هذه، حالنا حال الفرق العالمية يعني. وبنفس الوقت الفرق المقهورة منا وما بدها يانا راح تنقهر أكثر وأكثر إذا عملنا هاي الحركة، فمش شايفة في مشكلة في الموضوع. هلا خالد. هلا هلا استاذة مها. ها عندك امتحان؟ هي عندي امتحان في مادة الأدب، بس تبغين الصدق وايد صعبة. ما ينخاف عليك، انت قدها، بس شد حيلك. ان شاء الله استاذة. كلنا نبغى نفتخر فيك، وابغى كل الطلبة اللي مشاركين بالفرقة يكونون احسن طلبة في الجامعة، علامات ومواهب. ان شاء الله استاذة، ان شاء الله نكون قد المسؤولية. خلاص. ما وصيك تطمني عليك عقب الامتحان، زين؟ خلاص خلاص ان شاء الله استاذ. يلا بخليك تكمل دراستك، بالتوفيق ان شاء الله. يعطيك العافيه. مع السلامه. مع السلامه. هلا هلا. صباح الخير. صباح النور. كنت جاي مكتبك بس متاخر اليوم. اي والله راحت علي نومه. خبريني شو اخبار الفرقه؟ الحمد لله تمام. تتوقعين الطلبه هذول موهوبين؟ الأهم من إنهم موهوبين إنهم وايد مستانسين وحابين الفرقة، وبعدين ما شاء الله عليهم وايد عندهم أفكار حلوة. هذا أهم شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. زين شفتك، أباك بسالفة، بس قولي الأول كيف سويت بامتحانك؟ أوه أستاذة صراحة بس أبشرك يعني اليوم ما خليت سؤال لحليته. ما شاء الله، أصلا أنا متوقع منك هالشيء، أنت وايد شاطر. المهم خلنا أقول لك موضوع الاستبيان. هذا استبيان حق البنات، أنت بتلف على الجامعة وتوزعه على بنات الجامعة. عقب ما يجاوبون بترد تجمع وترجع لي، بس اسمع اتكلمهم تشوف شو طلباتهم شو اسئلتهم. بس استاذه شو فيك؟ الصراحه استاذ انا ما اقدر، وبعدين استاذ بدر هو يعرف الموضوع. لا لا استاذ بدر يعرف انك انت تقدر. ايش فيها؟ مجموعه بنات بتروح لهم تعطيهم الاستبيان، بيقرون الاستبيان اكيد في شويه اسئله عندهم، اكيد بيسالونك وانت بتجاوب، شيء طبيعي. حاول ولا بتفشلني يعني. افا زين اوكي اوكي استاذ بسوي. سلام. زين خالد وراح احيانا ابغى افهم شنو سالفه الاستبيان. وانا في استبيان وانا في اي شيء، انا مألفة الموضوع كله بعد ما فهمت. خالد وايد خجول وانا ابغى يتحرك ويتعرف على بنات الجامعه ويستوي اجتماعي شويه، قمت الف موضوع الاستبيان. اها اشوف استاذه مها قبل ما ندخل على الاختصاصات بعد.
شو رايك بعد اوديك المكتب ويرسلك مكاني؟ لا انت الخير كله. هيك يا باج. زين انت كنت عندي حياتي مشرب قهوه. لا خليني اروح اشوف الطلبه الحين وبرد اشوفك بعدين ان شاء الله. خلاص اوكي. أوكي. يلا مع السلامه. يلا مع السلامه. هاي خالد. هلا حنان. شو تمام الحمد لله. ليش عاد هيك لوحدك؟ شو القصة؟ ما تصدقين عاد؟ الله يابك. ليش شو في؟ أستاذة مها عطتني استبيان قالت لي وزعها على البنات. أوكي وين المشكلة يعني؟ شنو وين المشكلة؟ حنان تدرين إن أنا أستحي من البنات وما أقدر أوزع الاستبيان عندهم. وأنا شو شايفي قدامك خالد؟ يعني أنا مو بنت يعني شو بالضبط؟ بس لا حنان مو كذي بس انت غير يعني انت غير عن باقي البنات. لحظه لحظه. الو هاي استاذه مها شو القصه؟ في شيء؟ يلا اوكي 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 استاذه يلا مع السلامه باي باي. والله كان ودي اساعدك يا خالد بس طلع لي شيء. يلا اشوفك بعدين باي. حنان والاستبيان زين. أنا أبا خالد يتواصل مع الطلبة والطالبات. طيب من كثر الخجل صار من عزل ما يعرف التعامل مع الناس. حرام أحسه بيصير خجول أكثر مع البنات. عاد أنت لا يكسر خاطرك تروحين تساعدينا. ولا يهمك أستاذة أصلا خالد كثير بيهمني أمره لا تخافي. حرام والله. السلام عليكم. هذه ورقة استبيان إذا تقدرين تحلينها. عن جد؟ I looked amazing. غدير أنت على طول شكلك بعقد. Thank you. Thank you. بستكشخير بتسكري على الكل. Thank you. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو أخبارك خالد؟ هلا هلا غدير. هذه ورقة استبيان إذا لا لا thank you ما بحب الاستبيان. عطيني أنا باخذ واحدة. أوكي. حلها برجع لك إياها أوكي؟ أوكي. لك شو بيه مثل معقد هيك؟ مغرور وما بيحكي مع حدا. نفسي أعرف على شو؟ استبيان أنا. مثل المجنون والله. لا تطق بجوتيك ازعجتني. يبا يلا خلص بحاكيك. قلت لك خليني اخلص بايدي وعقب اسولف معك واذا انت مستعجل خلاص روح. لا لا مو مستعجل اصلا انا ناطرك شو وراي. عيل اركد ولا تطلع صوت. هاش عندك؟ هاد دراستك وياي هني ايش تبي؟ يبا بصراحه انا زهقان ومتملل. متملل وزهقان من شنو؟ من هاللي تسوي فيني المديره وانت حضرتك ابوي واقف معاها ضدي. سوت لك المديره ما سوت شيء. يبا المديره تبيني اغني وطقطق وانا بصراحه ما احب السوالف والاغاني. ما تحب الاغاني؟ عايش هالسيديات اللي تارسه غرفتك والاغاني والدقدقه شو تسميها بالله؟ يبا بيهزئوني. يرضيك ولدك فواز تهزأ بالجامعه؟ والله نيه الحق انا ما ارضاها عليك بس الحل بيدك. عطنا الحل قول لي. تقدر تسحب اوراقك من الجامعه وتيجي هني الشركه تداوم معاي وتريحني. شلون؟ لا 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 أصلاً أنا حبيت الفرقة وايد مشكور ما قصرت. حبيتها؟ عيل ما أبي أشوفك ثاني مرة جايني هني تتحلطم. لا لا ما أبي متحلطم صدقني. وترى الفرقة أنا أحبها وأشوفك على الغداء ها مو ماتي الغداء إن شاء الله. ترى طابخة أمي شغل عدل طابخة يلا. وليش لغيت الصورة؟ ترى كانت فكرة وايد زينة. صحي وايد حلوة الفكرة وجسوم ما شاء الله عليه وايد مجتهد وأفكاره وايد حلوة
بس نحن ما لغينا الفكرة بالضبط، أنا بس أجلتها شوية. والسبب؟ وايد أشياء على بالي، بس قلت أخلص منها وإن شاء الله بعدين بنشوف الموضوع. يعجبني التفكير الغامض اللي عندك، وإنك تحتفظين بأفكارك لنفسك، مع إن الفضول ذابحني، يا أبي أسألك عن هالأشياء كلها. إن شاء الله بتعرف، بخبرك. إن شاء الله تريع. هلا خلود. أهلين، أهلين أستاذة مها. هذا الاستبيان أستاذة مها. يعطيك العافية، ما قصرت. الله يعافيك أستاذة. خالد؟ بلاك، ليش طايج؟ لا، ما في شيء. عن إذنكم. إيش فيه؟ ما عارف، أكيد مستوي شيء. غريبة. يجوز. شو كنا نقول؟ نتكلم عن الصورة. ونحن نتحدث عن ضرورات امتلاكنا مهارات اللغة، أن نعرف أن علماء اللغة قد أجمعوا على تقسيم تلك المهارات اللغوية إلى 4 مهارات، هي مهارة الاستماع ومهارة التحدث ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. من أهم المهارات اللغوية التي يمكن للفرد عن طريقها تحقيق التواصل مع المجتمع فهي. يا خالد انتبه للشرح لما أشرح، هذا مكان للعلم لا للتفكير أو الراحة. آسف، آسف أستاذ. أعلم أن كل تفكيرك في المسرح والغناء. يعقل يا ولد، اترك عنك هذه الأمور، هذه الأمور لن تفيدك، لن تجلب لك الشهادة والفقر. عيب، لا تجعل الناس السلبيين يأثرون عليك ويضيعونك. أوكي أوكي أستاذ. أوكي أستاذ، أوكي هاي في بيتكم. قول إن شاء الله يا أستاذ. إن شاء الله أستاذ، إن شاء الله. دون ضحك، نعود للدرس. من أهم المهارات اللغوية التي يمكن للفرد عن طريقها تحقيق التواصل مع المجتمع. بهالحالة أعتقد أنت شفت النتائج السلبية لحالة الخجل المستمرة فيك. انصدمت. أنا ما أدري ليش يشوفونك على أساس أنك معقد أو إنسان مغرور وشايف نفسك، أنا ما أشوفك شيء. بس أنا والله مظلوم. أنت مو مظلوم، أنت اللي ظالم نفسك يا خالد، لأنك مبين للناس شخصية مو بشخصيتك أصلاً، شخصية ما تشبهك أبد. زين أستاذ بدر، شو الحل؟ شو أسوي؟ الحل في يدك وبسيط. لازم تتعاطى مع الناس، سولف وياهم، ضحك وياهم. أهم شيء الابتسامة وأنت تسولف وياهم. اطلع مع ربعك، ناقشهم في أمور الدراسة، يعني على الأقل من باب الأخذ والعطاء. وتتوقع أنهم راح يغيرون الفكرة اللي ماخذينها عني؟ الأغبياء وحدهم لا يتغيرون، ودوام الحال من المحال. لا تشيل هم، يلا يلا يلا. يوسف أنا وايد مضايق. بلاك، قصيت عليك؟ كل يوم أسويها فيك، بعدين وين أدق عليك ما ترد علي. لا ما ترد علي، شوف تليفونك، شوف تليفونك. ها؟ ها؟ الوالدة، أنت الوالدة؟ ما أصير لك أنا الأم الحنون مرات؟ خير إن شاء الله. خير إن شاء الله؟ أنا أعلمك. هلا فوز، إيش حالك؟ هلا أستاذة، شلونك؟ عساك بخير، إن شاء الله مرتاحة. فوز شو هالتصرف هذا؟ أستاذة شنو هالتصرف؟ أنا كم مرة قايل لك ما أبي ربعي يدرون إن أنا معاكم الفرقة. أوكي وسو إذا عرفوا، وين المشكلة؟ أنت ما تسوي شيء عيب. ما أبي أنحرج قدام ربعي يا أستاذة. عادي، قول لي ممكن أقدر أساعدك. إذا تبين تساعديني الله يخليك، أبيش تفصليني من هالفرقة مو لي. أصلاً أنا ما جبرتك تدخل الفرقة، المديرة حطتك، وأنا ما أقدر أكسر كلمتها وأشيلك. صراحة دكتورة خل أقول لك أستاذة، عفوا أنا ربعي نظام متنازع، ما بيهم يطنزون علي، كل مرة أنا أطنز عليهم هالمرة تبين أصير عيش بحلوجهم. أنا أقول لك شو تسوي، ليش ما تحاول تقنعهم بالفكرة؟ خل أقتنع أنا أول عشان أقنعهم. إيش قاعد تقولين أستاذة؟ أصلاً شايف ربيعك هذاك بوتيشيرت أصفر شكله يطلع منه. ويسف أنت شايفه شلون واقف؟ لا 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 أستاذة ما أنصحك، ترى ما منه فايدة مو لي. لا 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 شكله ينفع، أنا بكلم عشان يشتغل معنا. رجاء أنا قلت لك ما أبي أحد يدري إن أنا معكم بالفرقة، لا تحرجيني. تكفين يا. أخلفت في وعدي والله ما ودي، كل الظروف ضدي في عالم مجهول.
غلطة وأنا مسؤول. إحنا بشر نخطي بس ناخذ ونعطي، هز علينا تبطي اللي انتظر ممنون غلطة وانا المسؤول. هاي جايز كيفكم؟ خير الحمد لله. تشوف فواز ما اجى اليوم على التمرين؟ شفت فواز التاني؟ لا ما حد شاف فواز. مش طبيعي شو فني خلود، كثير مستغربة منك أنا صراحة، إنه عم بحكي بيني وبين حالي شو ماله هاد، إنه ليه ما بتحب التصوير؟ يعني it's not a big deal. لا لا غدير ما أحب. ليش ما بتحب؟ شكلك كيوت، يعني لو شكلك مثل جاسم الواحد بيحكي عندك وجهة نظر إنك تستحي من شكلك. مشكورة ما قصرتي. صدق ترى فكرة الجمال والحلا مو كل شيء، حلو الواحد لما يكون راقي في التعامل ومؤدب وذو أخلاق عالية، فهمت؟ ركز على الأخلاق، خل كلامك حلو، الشكل ترى في النهاية بس من برا. دفعت مردي والهوى شرجي، دفعت مردي والهوى، دفعت مردي والهوى شرجي. الله العظيم. يلا 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 خلينا يلا من اول. احنا بشر نخطي بس ناخذ نعطي، لا هز علينا تبطي وهل انتظار مملول غلطة وانا المسؤول. إن شاء الله شغلك وايد ما يخلص. إيه شو نسوي؟ لازم نخلص أشغالنا. ما علي، بس أنا من ساعة يا راشد جالسة عندك وأنت ما رفعت راسك وكلمتني، زين عطني وجه شوي. والله عاد أنت أول ما دخلتي سألتيني عندك شغل؟ قلت لك إيه، مع ذلك قعدتي. راشد تعرف أنا عندي مشاريع وخطط ناجحة وايد 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 حق المستقبل. شكرا يا استاذ منى، ما ابي حد يخطط عني، انا مستانس كذي. شكرا. السلام عليكم. هلا والله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. انا مريت اسلم بس شكلي قاطعتكم. هي تعرفين احنا عندنا شوي موضوع خاص. اسمحوا لي عن اذنكم. ما عليه نرجع لموضوعنا. أول منافسة لنا رح تكون مع واحدة من الجامعات، هذه أول منافسة وأول تجربة لنا. زي متى؟ الأحد. أوف، يعني بعد أسبوع واحد بس؟ بالضبط. ياي حلو كتير. هتصدقونا حس أنا خايفة، يعني ما أعرف، أحس روحي مو مستعدة. صح، حتى أنا أحس تو الناس. وإنت فواز مستعد؟ أنا قايل لكم ما أنفع لا هالفرقة ولا أنتوا، كيفكم عاد؟ فواز حبيبي مو حلوة الفرقة من غيرك. كلام فاضي. لا مو بكلام فاضي، كلكم مهمين بالفرقة، فواز، غدير، أنغام، جاسم، خالد، حنان، وجودكم كلكم مهم، وغياب أي حد منكم يأثر علينا وممكن يسبب لنا خسارة. يا جماعة ترى ما قدامنا غير أسبوع واحد، معناته لازم إحنا نكثف التمارين. وتتوقعون يمدي؟ إن شاء الله إنه نقدر. ما نبى خوف، ما نبى توتر، أبا حماس وإرادة وثقة بالنفس. لازم كل الجامعات تعرف قدراتنا، أوكي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ركز معنا فواز. إن شاء الله. شو طالعين هناك؟ يبقى قاعدة طالع الطريق. الطالعين الطريق؟
والعالم اللي رايح ورد شو يقولون؟ كذي زين؟ اي كذي زين. ما قلتي لي يبا شلون دوامك؟ انا اقصد يعني كيف تقضين وقت الفراغ بين المحاضرات؟ يعني اذا كنت عانة اروح الكافيتيريا، واذا ما كان عندي شيء اقعد في استراحة الطالبات. استراحة الطالبات؟ انغام بيكون تقعدين مع هالبنات اللي ما وراهم غير القرقة وتضييع الوقت. يبا هالنوع من البنات او هالنوع من الصداقات ما ابيها، الله يكافينا شرهم يا يبا. يبا انت عاد لا تقعد تظلم الكل، ترى في بنات زينين. وانا شو قلت لك الحين؟ قلت لك هالنوع من الصداقات ما ابي، ما ضيعت وقت وبس. سمع الحكي. ان شاء الله. ألو، هلا حنان. هلا هلا خالد، كيفك شو أخبارك؟ سوري يمكن أزعجتك. لا لا ولا شيء، بس كنت قاعدة شوية بدرس وبس، بس أنت أني شو فيك؟ حنان أبي أسألك، أنت شلون تشوفيني؟ طيب ممكن تفهمني بصيغة يعني أفهم شوية خالد؟ يعني صح أنت تشوفيني معقد ومريض وشايف نفسي؟ خالد انت ممكن مو اجتماعي، يعني تنحرج من الناس، فالناس المشكله تفهم بالظاهر، وانت ظاهريتك تبين للناس ان انت ممكن مغرور، بس انت في الحقيقه مو هيك، وانا اكثر واحده عرفتك وعارفه هالشيء. وزين انت تحكمين علي من المظهر؟ لا طبعا يا خالد، انا حاليا خالد يعني عارفه منه خالد بالضبط، وعافيتك بالداخل ما في كل العافيه، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي مع الوقت راح تصير أوكي، يعني بالنهاية ما في أحد بالدنيا كامل. أبها جاسم كشفت لي جانب الطلبة اللي معي وساعدتني على قراءة شيء من شخصياتهم. حنان صار دورج. هلا حبيبتي، هلا، شو الاخبار؟ الحمد لله، ايش حالك؟ الله، ايش هالحلا هاي؟ انا؟ هي انت بس لو تشلين هالنظاره عن وجهك الحلو. اي حالات بس استاذه، انت بس كل مره تشوفيني حلوه والله. لا انت حلوه، ابى افهم بس انت ليش تلبسين هالنظارات؟ النظر المشكله، النظر اذا من غير نظارات ما راح اشوف عدل. في اختراع اسمه عدسات طبيه، ارتب واحلى ونشوف وجهك. بس اذا عدسات ما ارتاح فيهم استاذه، انت تعرفيني يعني بالنظرات أكون مرتاحة أكثر. ما ترتاحين ولا خايفة من العين والحسد؟ اعترفي. لا والله لا، بس هيك مرتاحة أكثر والله. يلا أنا بروح المسرح، عنا تدريب اليوم، أوكي؟ بتلحقيني بعد شوي؟ ماشي؟ أبى أشوفك بدون النظارة، أوكي؟ خلاص أوكي أستاذة، إن شاء الله. يلا أشوفك، مع السلامة. شكراً أستاذة.
تعرف المسابقة الأولى حق الطلاب راح تكون يوم الأحد الجاي؟ وانتي تظنين ان الطلاب كالسابق؟ يعني انا اقول ان هذه المرأة متعلقة في الماضي مسكينة. الا ستشينة هذه مسكينة؟ انا بوريك فيها يوم. هين يا مهوي. القهوة بردت. هين. القهوة بردت. هين يا مهوي. ان ما وريتك فيها يوم، إن ما خليت عمرها يضيع، ما أكون أنا منه. صباح الخير. صباح النور. شو أخبارك أنغام؟ الحمد لله بخير. شو الوالد بعد عصبي؟ العصبية طبع فيه، يعني أكيد ما بيغير ذي الشيء بسرعة. لا إن شاء الله راح يتغير. شو الفرقة وياك؟ الحمد لله، أحس إن هاي أشجع قرار اتخذته بحياتي. صدقيني أهم شيء تكونين مرتاحة. ما أدري، أحس إن أخاف، يعني قاعدة أسوي شيء من وراء أبوي. لا تحاتين أنغام، إن شاء الله كل شيء راح يتغير ويصير للأحسن. وين رايحة ما شاء الله؟ بروح أودي البحث حق دكتور شوكر. حلو. زين؟ عن إذنك. الله يحفظك. ما أقول إنساك، ما أقول تنساني أنا على طول، ما أقول إنساك، ما أقول تنساني أنا على طول، ما أقول منعود أحباب نمرق مثل الأغراب، ولا نبقى سوا، ولا نبقى سوا، يا ما قالوا الهوى غلاب، ولا مرة حسبنا حساب، نقعد يا هوا يا هوا يا هوا. فواز ما اسمع صوتك، ممكن تعلي صوتك؟ ما كله فواز، 16 واحد وراك، ما حطيت عينك الا علي؟ اغني بعد. انت تعلي صوتك وانت تغني، مو وانت تكلمني. ما كلمت انا اصلا. تفضل من اول. بعد؟ بعد من اول؟ بعد. يروح صوتنا. ما صوتك مو طالع اصلا، اي روح، تفضل. اما استاذه بس في مقطع انا محافظته عادي؟ عادي عادي بس اساعدك. اوكي. تفضل فواز اسمع صوتك لو سمحت. ما أقول إنساك، ما أقول تنساني أنا على طول. زين، نبغى نعرف مشاكلكم عشان نحلها. أنا عندي مشكلة. جسو مال متيح، كل بروباتي بتراقيات شب علي. لا لا كذاب كذاب، عليك من هذا خالد. أنا غلطانة سألتك أستاذة. قولي حبيبتي. التلفونات ما يخلونهم سايلنت، ترى هو كان بيقول كذي بس ما أعرف ليش. ما لا لا صح صح، جسوم تلفوناتش اللي ترن أصلاً. شباب شباب سلام عليكم. السلام. أنا طالبة جديدة معاكم في الكلية، توني مسجلة وسمعت عن هالفرقة وحابة أن أسجل معاكم إذا ممكن. إيه حياك الله. زي ما أنت شايفة حبيبتي العدد بالفرقة اكتمل، يعني مش محتاجين أي حد جديد. لا لا، للحين حنستقبل الأعضاء الجدد، يعني خاصة إذا عندهم إمكانيات حلوة ولا أشياء يعني موهبة. صح كلام جاسم، إذا واحدة عندها موهبة بالعكس حياها الله بفرقتنا. أنا وايد حبيت فكرة هالفرقة وحابة إني أكون معاكم. أستاذة يلا شو ناطرة؟ زين حبيبتي كيف عرفتي عن الفرقة؟ شفت إعلاناتها على طول في الكافيتيريا وسألت بنت معانا في الكلاس فقالت لي إنكم متواجدين هني في المسرح. أوكي، تعرفين نحن رح نسوي امتحان عشان نشوف طبقات صوتك، الأداء، قدراتك كلها الصوتية،
وأنا جاهزة. زين، تعزفين على بيانو ولا على أي آلة معينة؟ بس بصراحة لا، بس أنا قابلة لاكتساب أي معلومة جديدة. أهم شيء يميز الإنسان المثقف إنه مستعد يتعلم كل شيء جديد. مثقفة بعد؟ بس ما قلتينا شو اسمك؟ اسمي ريم، وتقدرون دلعوني ريمو. ريمو عشرة لسامي، وأنا فواز، تقدرين دلعيني فوازو. وأنا حنان. وأنا جاسم. وأنا نغام. أنا هيا أنا خالد. وأنا غدير. شرفت معرفتكم. يعني فوازو، غديرو، حنانو، خلودو، نغامو، جسومو. زين حبيبتي، يلا تفضلي معنا وإن شاء الله بعد شوي نسوي الامتحان، أوكي؟ شوف شكلنا إضافة للفرقة، صح؟ أنا أكيد أكيد. هي لك غدير، شو بكي يا بنت؟ أنت أحلى منها بكتير. بعرف إني أحلى منها، بس شو أسوي؟ حظي هيك. وفواز انعمى وعجب فيها هي. عن جد هذا فواز تاعك ما عنده نظر. سيبينا من فواز والحقيني، شوف شو بدي أعمل لك فيها هلا. تعالي. هاي غدير، شلونك؟ هلا أهلين. حياتك قاعدة معي؟ لا شكرا، بس أسألك أنت من وين؟ شكلك مش من الجامعة. إيه أنا طالبة جديدة توني محاولة عندكم. نصيحة صغيرة مني إلك، ما تلعبي بهاي الجامعة، خصوصاً إذا كنت مش قد اللعب حبيبتي. لا حبيبتي، أنا عارفة إيش قاعدة أسوي، وأنا قد اللعب. أحسن لك تكوني قد اللعب. يلا كلكم مع بعض. 1 2 3. زادت مواويلة والعين والعبرات تصرخ تنادينا، تصرخ تنادينا، يا ناس مكتوبي من هو يودينا، يشكي له الحالي سهران كل ليلة، سهران كل ليلة، سهران كل ليلة. الناس لينا مات فاضت بجروحي، حتى القمر لي طال ظليت أنا بروحي، ظليت أنا بروحي. الناس لنا مات فاضت بجروحي، حتى القمر لغاب ظليت أنا بروحي، ظليت أنا بروحي. لقلت أنا بنساك تفضحني دموعي، لقلت أنا بنساك تفضحني دموعي، ويزيد في قلبي الشوق وتزيد همومي، ويزيد في قلبي الشوق وتزيد همومي. مشكلة خالد الخجل، وإنه ما يعرف يتعامل مع الناس، يستحي من التعليم والعجل البنات. أما حنان فاقدة
أخلفت في وعدي والله ما ودي كل الظروف ضدي في عالم مجهول غلطة وأنا مسؤول احنا بشر نخطي بس ناخذ ونعطي هز علينا تبطي اللي انتظر ممنوع غلطة وانا المسؤول. هاي جايز كيفكم؟ خير الحمد لله.